Good morning, Habaibi Saftani. How are you? Hoping that you are fine. What's today? Today is Wednesday. What's today? Today is Wednesday. What's the date? The date is 10th of March 2021. Okay. I'll repeat the questions and negative verbs to do. بدي أعيد هذا الشرح القاعدة لأنه في بعض الطلاب لسه مش مستوعبينها. بدي أعيد قاعدة الدز. الدو أغلبكم فهمها لكن قاعدة الدز في بعض الطلاب مش فاهمينها. عندنا after يعني بعد كلمة does we don't added us. added يعني نضيف. يعني لما نحط كلمة does okay بالquestion ما بنحط s مع الverb okay to the verb. مين هو الverb؟ الفعل. إيش هو الverb يا تاني؟ very good الفعل. نشوف for example the mouse. إيش يعني the mouse؟ الفأر. eats شايفين هاي هالs هاي إيش اسمها؟ هاي s الverb. ليه؟ لأنه الماوس عنا مفرد. لما يكون عنا أي اسم مفرد الverb وراء بيجي S إذا كان في حالة المضارع. cheese يعني جبنة. نحاول لquestion. بنحط do already هي يعني لو حطينا do هيك لو عجبناها بالطريقة العادية يعني إنه حطينا do. أوكي من وين إجت الأس؟ الأس أجت من الverb هذا. هاي الverb. أوكي ضفناها. لكن في عنا O. الO من الvowels والحرف الvowels ما باخد S وراء. أوكي لازم حدا يساعده اللي هي الإي فلازم نحط إي عشان هيك صارت does بالإي مع الأس يعني إحنا هي already بس بنضيف لها أس لكن الدو من الفاول والفاول أحرف العلة ما بذات الأو يعني ما بياخد إلا مع إي قبل الأس تعطي في أس الجمع وفي أس الفرب أوكي عشان هيك صارت عنا does. إت مين هو الإت؟ عايدة على الماوس بدل كلمة ماوس. لو حطينا ماوس it's okay بس هو دائما احنا نستخدم الضمائر هنا في الكويستشن هذا. does it eat؟ في هنا s؟ no هيا الاس. وين راحت الاس؟ هيها الاس اللي كانت مع الفعل وين وديناها؟ مع الدو حطيناها مع الدو صارت does. do you understand that؟ it's okay. cheese وحطينا الكويستشن المارك. okay هنا عنا full stop بتكون في السنتنس وquestion mark في حالة السؤال. yes it does هاي الات وdoes نزلناه هون بما إنه yes هاي هي yes يعني هون إنه بياكلوا هاي the mouse eats cheese. okay شوف الexample الثاني. he has a bike. he هو وهاز اللي هي الverb اللي هي helping verb احنا بنسميها الفعل المساعد. bike اللي هي الدراجة الهوائية. منحط الاس تبعت الهاز. هلا هون في قاعدة انا اعطيتها للجروب اللي اجى امبارح وبعت لكم اياها. القاعدة كالتالي انه الهي والشي والات هدول بياخدوا هاز اللي هم للمفرد singular. وعنا they والwe والyou والI هاي ضمائر جمع بتاخد have. اوكي ما ننساها يعني ضروري كل الطلاب اللي هن ضمائر جمع. اوكي فالهي شو بدها تاخد؟ have. فمنقول he has a bike. شايفين الاس هاي برضو انه على اعتبار انه اس الفعل حطينا الدو ونزلنا الاس تبعتها. طب شو بتضل؟ ها ما بزبط ها. فمناخد مين؟ الفعل الثاني اللي هو المساعد بصير does he have لانه ما بنصير نقول does he has no خطأ بتصير does he have a bike والquestion mark. هاي هي اسمها question mark وهنا full stop. full stop يعني نقطة. اوكي اعيدها مره تانية. he has a bike. اوكي هلا عندنا ضمائر في منها
تاخد الهاف ومنها بتاخد الهاز. المفرد تاخد هاز والجمع بتاخد هاف. اوكي هلا عنا هون هي هاز، لما نحولها مثل ما قلنا هون الاس بتيجي مع الدو بنعملها اضافه وبنزيد لها الاي، مزبوط. وهون ذا سيم، اخذنا الاس وعملنا لها اضافه صارت does he have. ليش حطينا have هون؟ لانه ما بنصير نقول does he has، لانه الاس هيها موجوده، واحنا قلنا بالاول انه الاس اللي موجوده مع الفعل لا بنرجعها، يعني لا تضاف مره اخرى الى الفيرب. اوكي okay. yes he does. the last one she does not. هون في حاله النفي هذا هو النيجاتيف، هذا ايش اسمه؟ نيجاتيف. ايش يعني نيجاتيف؟ يعني منفي. ايش يعني نيجاتيف؟ يعني منفي. طيب she doesn't هيها play football. اوكي نفس الشيء بننزل الدز، لكن النات ما بنحطها، النات ما بنحطها. does she play football question mark. ما عملنا ولا شيء في هاي الجمله، لاحظين مثل ما هي، بس اخذنا النات وشطبناها. ليش شطبناها؟ عشان لما نجاوب نحطها مع الفعل المساعد تبعها اللي هي no she doesn't. هيا رجعت النط، رجعناها في الجواب. اوكي رجعناها وين؟ في الجواب. نعيدها مرة تانية she doesn't play football، هي لا تلعب، لا يعني لا تلعب، don't play معناته هل هي تلعب؟ ما بنقول هل هي لا تلعب، no، نقول هل هي تلعب الفوتبول؟ ففيش نجاوب no she doesn't. شو بنجاوب يا تاني؟ no she doesn't. اوكي مفهوم هاي الجملة؟ اوكي that's it لليوم، وان شاء الله يكون كل الطلاب فهموها هاي القاعدة. اوكي thank you for listening. see you حبايبي goodbye.